السلام عليكم، كي دايرين صحابي؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى كاملين يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي هاد لا فيديو هادي كنصورها هكا غير مستعجله زعما. اللي بغيت نقول لكم هو انني صراحه صورت هاد لا فيديو بزاف ديال المرات وحطيت البارح وحيدت. المهم روينه صورت حيت ما عرفتش علاش انا ما كيعجبنيش نهائيا نهضر في هادشي، وما كيعجبنيش القناه ديالي اللي تكون فيها شي تخربيقه بحال هكا، حيت انا ما عمري اعتبرت راسي يوتيوبر. انا جو سي ارتست وبعيده كل البعد على قال يقول قلنا التخربيق هذا. ولكن ملي لقيت راسي مقحمه في واحد الموضوع اللي هو كبار مني بزاف واللي ما خصني ضروري نهضر، حيت ما عنديش شي حل اخر باش نهضر مع كل واحد على حده. تبارك الله عندي بزاف ديال لي زابوني، عندي بزاف ديال الناس كيشوفوا، دونك ما يمكنليش نهضر مع كل واحد بوحديته، دونك خصني ضروري ندير فيديو. هاد لا فيديو هادي بغيت نقول لكم انني انا متضامنه مع الاخت احلام. علاش؟ حيت انا اصلا عنصر من في الموضوع. انا كنت ساكته وما بغيتش نهضر على هاد الشيء هذا من شحال هادي. علاش؟ حيت واخا كيغدرني الواحد كنبقى عاقله على الخبز والطعام ولا ماش كيقولوا له، واخا داك الطعام كيكون هو داك الشخص عاطيه لك بالغدر، زعما مشاركو معك بالغدر، ولكن انت كتبقى عاقل على ديك الاحاسيس. انا شاركت مع ديك السيده احاسيس صادقه، ولكن اكتشفت انها انسانه غير صادقه. ماشي مشكل، الله يسهل عليها، الله يكمل عليها وكل شيء. ولكن ملي وصلت الامر انا نكتشف ان هذيك السيده كتنصب على الناس بالسميه ديالي، انها كتاخذ الفلوس من عند الناس وكتسعى بيا انا 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 عندي كرامه. انا ما عمري مديت يدي لشي حد ولا سعيت لشي حد ولا ما كنسعاش للناس. انا شغن نقول لكم المهم نعطيكم واحد التفصيل. انا هذيك السيده كانت حاضره وكانت جزء من واحد السلف تسلفتو من عند واحد الاخت الصديقه ديالي اللي هي فتيحه، الصديقه ديالي فتيحه. دونك هي ملي حضرات في داك الشيء وكانت هي هضرات مع فتيحه وهذا، خدات هذيك الحادثه اللي طرات وتبناتها وولات كتمشي كتطلب الفلوس من عند الناس بسميه ديالي وكتسعى بيا. وانا تفاجأت وتصدمت واحد الصدمه كبيره بزاف. دونك ملي تصدمت ما عرفتش كيفاش نرياجي. انا ما كنرضاش نقول شي واحد عطيني، انا راه ممكن نكون ما عندي ما ناكل وكنبقى ساده عليا وعايشه السعاده وباخر وكندير معكم فيديوهات وكنضحك وكنخرج ونركب في البوس ونجي. انا هذه هي حياتي طبيعيه بسيطه جدا. ما كنحاول انني نبين راسي راه انا لاباس عليا باش ندير لكم الاغراءات، ما كنحاول نبين راسي راه انا ماعش كندير. ما انا هذه هي انا جو سوي واحد لا بيرسون عاديه. انا عاهبيله وغاده حتى كنلقى راسي اخوتي مقحمه في انني خديت الفلوس ديال الناس وانا ما خديت والو، مقحمه في مواضيع ديال دعم القنوات وانا ما 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 كان ما عندي حتى شي دخل بهذا الشيء هذا. تكلقى راسي ان السيده، المهم نتوما في الاخر تعرفوا القصه كامله. كنلقى راسي ان احلام ديجا انا صيفطت لهاد السيده هادي شي فلوس، وهي كتصيفط السكرين ديال كابتور فيها لا كارت وفيها الكونت، وانني انا صيفطت وانا ما عمري صيفطت لهاد السيده اللي كندويو عليها هذيك لا سوم دارجون. انا هاد السيده كانت كتدخل عندي للدار، وليت دابا كنتصل بلي بانك كنشوف واش كاينه شي كارت دو كريدي بسميتي، حيت عارفه لا دات دو نيسونس ديالي، عارفه سميتي كيفاش كتكتب، والناس اللي ساكنين في كندا عارفين بلي راه هادشي هذا ممكن يديرو اي واحد وبسهوله. وليت كنحلم كتقول لي راه انا صيفطت لك الفلوس باش نعاونك على الولاده. انا ما عمر شي واحد عطاني درهم على الولاده ديالي. انا كنت خديت من عند فتيحه 600 دولار فقط، اما شي اي واحد، حيت رانا اكتشفت بزاف ديال عمليات النصب والاحتيال وبزاف ديال الحاجات شفتهم في لي كومونتير ديال الفيديو ديال احلام، وتصدمت صراحه. كنت غبيه، ماشي عيب نكونوا اغبياء واحد اللحظه. علاش؟ حيت هذيك الحاجه ديالك ملي كتكون بعيد على داركم بعيد على بلادك كتشوف شي واحد كيبغيك كتقول واو هذه هي الصداقه. ماشي عيب، حيت هذاك الاحتياج الاخر طبيعه فينا احنا كاملين. دونك انا ديك السيده ثقت فيها وحسبتها اختي،
ومن بعد كنكتشف هاد الحوايج هادو اللي صراحه صدموني، وانا اكتشفتهم قبل، انا اكتشفتهم شهر واحد في راس العام وشهر واحد، ولهذا كنت ما كندويش عليها وما بقيتش عندي بها علاقه، تقطعت علاقتي بها نهائيا، بلوكيتها في كل شيء حيت ما قدرتش نصبر، واتقيت فيها وجه الله وقلت ماشي مشكل الله يسامح. من بعد جا رمضان عيط، ماشي عيط، صيفط لها ميساج في انستغرام، دي بلوكيتها وصيفط لها ميساج قلت لها انا مسامحك، حيت انا ما كيقدرش ندوز رمضان بلا ما نسامح الناس واخا تكون اداتني وداكشي، قلت لها انا مسامحك. داز ميم با دو سمين وانا نكتشف انها دايره فوكونت فيه تصاور ديال عينيها وداكشي، زعما راهي مخبيه دايره فوكونت وكتعاير لي بنتي اللي هي ان بيبي دو ديك الساعه شحال كانت عندها 5 mois كتعايرها، وكتعايرها بمعيور خايب، وانا نصدم. مشيت نيشان هضرت معاها هي في الكونت ديالها، قلت لها علاش كتعايري لي بنتي، قالت لي فين هذا، قلت لها هذا الكونت هذاك ديالك راه فيه التصويره ديال عيني، قالت لي لا، وانا كنهضر معاها وهم التصاور ديال عيني هاي طيروا من هذاك الكونت. تاكدت وتحبطت فيها، وماما كانت كتبغيها، خوتي كانوا عزيز عليهم، استثناء خاي اسامه اللي قال لي السيده هذه ما يمكنش تكون صديقه ديالك وكتصورك في شي مواقف، كيقول لي الصداقه ما فيهاش الكاميرا، سي فري الصداقه ما فيهاش الكاميرا باستثناء يمكن يكونوا شي حالات استثنائيه الله يسهل على الجميع، ولكن الصداقات بصح ما كتكونش حاضره بيناتهم كاميرا. انا صراحه بحالي بحالكم، انا تصدمت وبكيت بزاف وخبطت في ركابي ملي اكتشفت انني انا كنت الاسم ديالي كان وسيله من وسائل اللي كتوكى عليهم باش كدير العمليات ديالها. مؤخرا المهم رغبت انا احلام وقلت لها عافاك اختي الله يسهل عليك، ما تتابعهاش قانونيا، ما عارفاش انا احلام شنو هدير في هاد النازله واش تتابعها ولا لا. المهم رغبت احلام ودقت لي على وجهك ودي، ومن بعد ويمكن بدلت رايها. يلا قطعت مع احلام، وهما يعيطوا لي البوليس هنايا قالوا لي كتهددي واحد السيده وانا ممكن هددها، ما والو، ما عمري هددتها حيت انا كنفهم القانون، انا راه ذكيه ماشي غبيه، لحسن الحظ انني انا ذكيه، يعني نقدر نهضر ونعاود قصتي مع واحد الانسانه اللي هي اكس، ولكن انا ما نجبدش سميتك، انا بعيده كل البعد على الغباء. ناري لابسه الالوان ديال الكلونات. هضروا معايا البوليس وقالوا لي واش كاين شي تهديد ما التهديد، قلت لهم لا انا ما هددتش هاد السيده، قلت لهم انا عندي بزاف ديال الحقائق. قالوا لي واش تبغي تتابعيها، عاودت للسياد فهم كل شيء، قال لي هاد الشيء هذا واش تبغي تتابعيها قانونيا، قلت له لا لحد الان لا، ولكن كنوعدك انك اذا زدتي دخلتي لي اكتشفت شي حاجات اخرين ديال النصب والاحتيال بسميتي راه ما نسكتش اختي، راه غنمشي وغنتابع قانونيا، وعندي الادله وعندي كل شيء، وعندي انا براسي نصبت عليا في واحد الايبيتيكات وصيفطت لي واحد الكودات غالطين، وشوفوا قصه مشاركه ودرجه انها مشاركه اللي تعاودوا لكم التفاصيل، نجيكم انا غريبه او تجيكم داكشي غريب، حيت هي كتبقى دير لك بحال السماوي داكشي غريب، ما كتعرفش راسك كتيق، مي انا بصح ما كنتش كنتيقها حيت كنت يمكن كنشوفها فاس، كان صعيب عليا انني نتيقها الحمد لله. كتهضر في الناس بزاف وداكشي كله هو ماشي شغلي فيها دبر راسو، انا بغيت تبعد لي على بنتي، تبعد لي على بنتي وتبعد عليا وتخليني نعيش ترانكيل بداكشي اللي عطاني الله، كان زوين كان خايب نعيشو، نعيش بسعاده مع راجلي وخوتي وماما وبنتي ووليداتي ويليك ماتي نولد. المهم اخوتي انا تدخلت وقلت باش نحضركم وباش نطلب منكم تسمحوا لي، حيت الا كان شي واحد تنصب عليه بسبب هذيك ليماج اللي انا روجت لها، فانا روجت ليماج ديال الصداقه، ما كانش كيسحب لي انني كنروج لواحد الناس اللي هما باغيني غير يستغلوا هذاك الشيء باش يطلعوا القناه ديالهم وباش يكون داك الشيء طريقه من الطرق باش ينصبوا بها على ناس وحدين اخرين. انا اتقيت الله في هذه السيده هذه بسبب وليداتها وما نقدرش نتابعها قانونيا بسبب وليداتها، ولكن الا مشيت تحطيت في لا سيتوياسيون ديال انني ندافع على راسي فانا غنجبد جميع الادله والحجج والوراق الرسميه مزوره فيها
الغوفرنمون ديال كندا غنجبد جميع الادله غندوي على كل شيء ديك الساعه حدا البوليس طبعا. وسمحوا لي عافاكم على هاد لا فيديو ولكن ما عنديش حل اخر حيت هي الطريقه الوحيده باش تشوفوني وباش لا كان شي واحد نصب عليه بسميتي يسمح لي حيت راه انا ما عنديش دخل في هاد الشيء هذا وانا راه بحالي بحالكم. وحاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم هو ان الصداقه ديال بصح صعيبه صراحه تلقى وما عرفتش اللي بغيت نقول. الحاجه اللي ضراتني بصح هو بقيت كنقول علاش زعما هاد السيده هادي ما بغاتنيش انا ديال بصح زعما ما بغاتنيش بلا كاميرا وما بغاتنيش بلا يوتيوب وبلا قناه. واش انا كنقول مع راسي واش انا ما غير مؤهله ان شي واحد كيبغيني بدون سبب زعما ما كانش تقدر تبغيني بلا والو من هاد الشيء هذا كله وما كانش تقدر تخلي الذكرى زوينه وانها ما تنصبش على الناس وبسميتي بعدا راه دخلت انا حتى في شي دعم ديال القنوات اللي انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء ما عرفتش قلت لكم ولا لا. مشاكل عندها مشاكل خطيره وكبيره حتى مع العائله ديالها. المهم شنو اللي غنقول لكم وانني كنتمنى ان ربي يهديها وانها دير عقلها وتفوتني عليها حيت انا ما بغيتش نعاود ندوي في هذا الموضوع ولا نعاود ندير فيديو اخر حيت عندي بزاف الحاجات خصني نديرهم. نقلب على الكاردوغي لبنتي خصني ندخلها عبد القرايه لو 1 اوت. المهم واحد الروينه عندي في الحياه ديالي ما مسالياش نهائيا لا التخربيق هذا. صافي شمتك عرفتك انا عرفتك وصافي هذا الشيء اللي كاين. دابا انا خصني غير نلقى الكاردوغي ونبدا قرايتي ونكتب ونكمل واحد السيناريو ديالي. وبالنسبه للناس اللي غيقولوا هادشي هذا عنده علاقه بالبز ولا التخربيق انا الحمد لله القناه ديالي مزيانه وانستغرام ديالي مزيان وخدامه بهم بخير وعلى خير وما محتاجه لا البز لا والو مع العلم انني عندي بزاف ديال الحاجات اللي ممكن نحطهم نوصل مليون ولكن ما كنبغيش كنقول حياتي الشخصيه هذيك وحياتي الخاصه وخصني انا واجب لي نحترم حياتي الشخصيه ونحترمكم تنتوما ومن استغبار يعني من استغلش الحب ديالكم اليوم بدا ندير لكم في الافلام والمسلسلات وداك الشيء ما عنده حتى شي معنى. دونك هذا الشيء اللي عطى الله وكنتمنى انكم تدخلوا تشوفوا لا فيديو ديال الاحلام باش تفهموا شحال من حاجه. سمحوا لي في النفقات مشيت عنده ورجعت لكم عاوتاني. انا كيجيني من العيب ان بنت تنصب على بنت سورتو بنت بلادك. ما شوفوا ما تنصب على حتى شي واحد لا بنت بلادها لا ماشي بنت بلادها. هاد القضيه هادي ديال انك توهم شي حد ولا تبيع الحلم وهو مسكين باغي يبدل الوضعيه ديالو هادي شي حاجه اللي فريمون غراف. علي انا بقات فيا ديك السيده وتعاطفت معاها وخا لقيت راسي انا جزء من الموضوع ولكن تعاطفت مع احلام بزاف وكنقول لها سمحي لي اختي الا خديتي واحد النظره خايبه عليا انا ماشي هي هذيك نهائيا. الحمد لله انت اكتشفتي الحقيقه بعينك وبودنك وبكل شيء بالدلائل وبالحجج وكنتمنى ربي يعوضك خير وكنتمنى ان الناس ما عرفتش انا شوفوا جزائريات كنتلاقاهم كنفرح فما بالو كمغربيات والله ما طحليش على راسي ماشي كلشي كنبغيوه وماشي كلشي كتكون عندنا مع علاقه زوينه ولكن باش انني نستغلك ولا باش انني نصب عليك ولا باش انني ندير شي حاجه هكا ما عرفتش شي حاجه اللي خايبه بزاف والله العلي العظيم. حيلي انا تعاطفت مع احلام وكرر تعاطفي معها وكنتمنى انكم تضامنوا معها الا شفتوا فيها صدق. الا شفتوا ما كنظنش ان شي واحد كاع نهائيا يكون عنده العقل ويقول هاد السيده هادي كتكذب حيت ما لا مجال للكذوب. كنتمنى انكم تضامنوا معها واللي كيقول اللي كيتعجب يتبلى واللي كيقول على ان هادشي هذا زعما بوز ولا انها دارته لسبب من الاسباب فهو غلط وان شاء الله الحقيقه كلها غتبان حيت كاين الحمد لله الحجاج كاين الدلائل الوراق عند الخبره وتا انا معاها وماشي غير معاها زعما حيت انا لقيت راسي في الموضوع فهمتوا لقيت راسي داخله مزيان يعني دونك انا داخله بغيت ولا كرهت
وكنتمنى ان هذا الموضوع هذا ما نعاودش نهضر عليه يا ربي يتسالى، ما بغيتش نعاود نهضر في هذا السوجي. وكنبغي نقول الحمد لله، الحمد لله حيت ظهر الحق وزهق الباطل. كنت كنتحرج بزاف من الاسئله ديالكم، ولكن المشكله انني انا ما كنعرفش ندخل في المعمعات، فهمتوا؟ انا بعيده على هذا الشيء وما كنتش كنبغي نهضر فيه، واخا اسئلتكم كانوا كيحرجوني بزاف، ولكن كنت كنقول ما نهضرش. ولكن الحمد لله جا اللي نصرني. كنقول شكرا بزاف الاحلام، وكنقول لكم نتوما سمحوا لي بزاف مره واحده اخرى حيت عرفتكم على شخص خطا، وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى الاحلام التوفيق. ودخلوا شوفوا لا فيديو باش تعرفوا الجانب الخفي من القصه. كنتمنى يا ربي ما نكونش نسيت شي حاجه. وربي كبير، ربي كبير، باقي الخير في الناس. كاين بزاف ديال الناس طيبين وظريفين، وكاين بزاف ديال الناس ما طيبينش. وشوفوا والله حتى من مصلحتها ان هذاك الوراق ما يخرجوش، حيت الا مشاو تخرجوا دوك الوراق مصيبه كبيره، تقدر السيده تمشي للحبس. ولو انا ما نبغيهاش تمشي صراحه، ما نبغيهاش تمشي ماشي على حتى شي سبب، فقط من اجل ولادها. وكنتمنى انها دير عقلها ولا تعتذر. الا اعتذرات ولادها ممكن ان الواحد يغفر لها ودوز الامور عاديه. للاسف كانت كتكذب عليا بزاف ديال الحوايج من قبل ما نمشي عند الدار، كانت كتكذب عليا على دارها فين كاينه، كانت كتطلب مني كل مره المسامحه وكنت كنسمح لها. اوف صراحه هذا الموضوع هذا كيبرزطني وكيعصبني، حيت كيرجعني نتسائل مع راسي بزاف ديال الاسئله. ولات السوشيال ميديا وهذا الشيء ديال الانترنت وهذا العالم الافتراضي ولا طاغي على الحياه ديالنا، وما حد كيتقى، ما حد الصداقات كتمشي، وما حد الصدق كيمشي، وما حد شحال من حاجه كتنقارض. هادشي هذا هو اللي دارني وكيخلي هادشي هذا يجيوني تساؤلات في راسي، كنقول واش هادشي هذا صحي ولا هذا شي مرض ولا على فكره انها من بين الحوايج اللي انا كانوا صدموني بزاف، هو انها كانت قالت لواحد صديقه مشتركه بيناتنا انها الا ما تفعلت لهاش لاشين غتنهي الحياه ديالها. هادشي هذا خايب بزاف، ما كيتقالش سورتو في دوله بحال هادي. دوله بحال هادي راه ما خصكش ماشي انا كنحترم المغرب، انا كنموت على المغرب. انا اصلا كما قريت ورجع المغرب، كنت وحش المغرب سيمانه من بعد. انا ماشي انا كندا غير دايزه وغنمشي بحالاتي، ما بغيتش نكون ما بغيتش ندار حتى شي واحد. انا ما بغيت ندار حتى شي واحد، ولكن اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. ومن هذا المنبر كنقول لاختي احلام، الا بغيتي اختي ديريه وصافي، هادشي اللي كاين. كنتمنى هادشي هذا يسالي بواحد الطريقه اللي هي زوينه، وانا كل واحد ياخذ الحق ديالو. هادشي هذا اللي كنتمنى، وكنتمنى ان هاد السيده هادي تندم على داكشي اللي دارت وما تعاود تنصب على حتى شي واحد. المهم نتوما ردوا البال، هذا فيديو تحذيري، نتوما ردوا البال واتونسيون من الناس اللي كيكونوا طماعين ولا عندهم اهداف ماديه ولا اغراض ما عرف شنو كي دايره. اتونسيون، وهذا مكان وكنتمنى لكم الخير والسعاده والحب والصدق واي حاجه زوينه. ونكملوا المشوار ديال الفيديوهات ديالنا، وحسبوا هاد لا فيديو هادي غير فيديو تحذيري كما قلت لكم. وصافي كنبغيكم بزاف بزاف، وخاصني ندير شحال من حاجه قبل ما فينا تفيق. من بيناتهم واحد لعبتي كانت هنايا، خاصني نحط واحد المهم سيكونسي ديال واحد لعبات ديال لي سيكونس. المهم التخربيقات هادو حتى شي نهار نهضر لك عليهم، نهضر لكم عليهم اللي عندهم علاقه بالسيناريو وداكشي. وغنخلي لكم لا فيديو لتحت في لابواط دو ديسكريبسيون، غنخلي لكم حتى في اول تعليق. كنبغيكم بزاف بزاف، وتهلاو لي فراسكم، وباي باي.